ضعف التواصل ليه انواع، سواء كان اجتماعي او بصري او لفظي او غير لفظي، بمعنى لغوي. هذه نقطه ضعفنا، ضعف التواصل بالمحيط اللي عايشين فيه. طبعا وهذه اكبر قوه انك تقدر تشتغل عليها، يعني يعني بتكون يعني بمعنى نتيجه ايجابيه في لما توصل انك انت الطفل هذا تقهر في المحيط او يكون اجتماعي ويتواصل مع الاسره نتاعها، يتواصل مع المحيط. نعم. هذه طبعا تاخذ حتى شغل هذا في برنامج تاهيله وعلاجه. طبعا هو طفل التوحد عاده القصور في انواع التواصل بصفه عامه، هي عاده التواصل بينا التواصل الاجتماعي، ولكن حتى التواصل اللغوي لا، التواصل البصري عاده تلقاه يتحاشى حتى النظر في انه عيونه مثلا تنظر لعيونك. احنا نقولوها ضعف التواصل البصري انه يتفادى ان هو يكون بصره في بصر الشخص اللي يتواصل معاه. طبعا التواصل هذا احيانا يكون متواصل، احيانا يكون منقطع، يعني يتواصل معك وفجاه يهرب بعيونه، يبدا يشوف في مكان ثاني، ما يواجهكش، ما فيش مواجهه. بالتواصل البصري كذلك كتفاعل اجتماعي، ما هو يلعب ويتفاعل وياخذ ويعطي، هذه طبعا واحده من نقاط ضعف التواصل اللغوي. طبعا كلغه عاده ما يتواصلش الطفل التوحد، وهذه من اكبر المشاكل اللي تواجهها اولياء امور اطفال التوحد في التواصل مع ابنهم. طيب.